صدق الله العظيم، صبرني وقويني يا رب، صبرني وقويني يا قوي. يا ترى كريمة عاملة ايه هدولك؟ عاملة مفيدة؟ مفيدة قومي تعالي معاي. على فين؟ على بيت أمي لحد ما أجيبلك بيت. اهدى. ما عاوزاش، ما عايزاش أسمع ولا كلمة ولا تنطقي بولا كلمة. تسمع اللي هقول عليه وتعمليه. أنا كده مبسوطة وأنا مش حسيبك، ولازم تعرفي اللي يدخل البيت الكبير لا يمكن يطلع منه متهان ابدا، وانا مسؤوله منك. اي حاجه تعوزيها انا تحت امرك، ولا يهمك اي حاجه، ولا تخافي من اي حد حتى لو كان حسن. البيت الكبير كلمه يا شمس، زي حزمه الحطب، لازم كل عود يبقى جار التاني. ما ينفعش عود يبعد عن عود، وما ينفعش كل العيدان تبقى شبه بعضها. العود القوي يسند الضعيف. كلامك زين، بس أنا عايزة أقول لك أنت قلبك طيب ونفسك راضية، خلي بالك من عبد الحكيم يا شمس، خدي في حضنك اعتبريه ولدك. بس أنت أمه ولازم أن يعرف أنك عايشة، وإن كنت غلطتي فكلنا غلطنا وربنا اسمه التواب الرحيم. لا، أنا بعد عن عبد الحكيم أحسن، عاوزاه لما يكبر الناس تكون نسيت مفيدة، عشان لما يكبر محدش يجيب سيرة أمه بكلمة تزعل ولا تجرحه. أنا مش هسيبك، أنا اللي هسيبك. امشي يا شمس، ما تجيش تاني، ما تجيش تاني يا شمس. قولي إيه اللي في دماغك يا مروان، ما تقعدش ساكت كده. مفيش حاجة. تمام، يعني لسه واخد موقف مني وقلقان ومش عايز تتكلم معايا. عامة أنا مش هلومك، أنت عندك حق، بس أنا جاي عشان أقول لك يا مروان إنك تقدر تعتمد عليا، وإن أنا معاك وفي ظهرك ومش هسيبك. فتحة مروان بقى شخص تاني والله. طب أنا مسافر مصر بكرة أنا وشمس، طيب عايزة تزور كريمة وأنا جبت لها تصريح، رد عليها مروان. طب لو في اي جديد جد بقى كلمني. طيب ماشي يا مروان. الله، استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. ازيك يا ست زينات؟ مين؟ داوود؟ ايوه داوود. وراك ايه؟ قول لي. فضلت لابد لها عند البيت، ما طلعتش منه ولا عدت بتبرا. ما خرجتش يعني؟ ما طلعتش. لا اسمع، انا عايزاك تدور وراها وتعرف بتروح فين وبتيجي منين، واذا ما خرجتش برا البيت عايزاك تعمل اي حاجه عشان تخرجها برا البيت باي طريق. طب وانا هستفيد ايه يا ست زينات؟ هتستفيد كتير وكتير قوي، بس تنفذ اللي انا قلت لك عليه وهتشوف وهديك اكتر كمان. امرك يا ست زينات. لا اله الا انت، استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. Thank you.
اتكلم معك. خير يا شمس، حصل حاجة؟ اوعي تقولي لي ان انت اتخنقتي مع فتحي، لكن لسه عندي. لا، انا عايزاك بخصوص مفيدة. بقول لك ايه مروان، انا مش هقول لك رجعها لحسن ولا هقول لك دخلها بيتك، انا بس مش عايزك تسيبها. شمس، الموضوع ده يخص حسن، انا مالي صالح بيه، هو حر. لا مش حر، واللي عملته مفيدة ده بسبب عمايل اخوك حسن فيها، وما تنساش كمان انك كنت عايز تموتها. لا مش ناسي. كل واحد فينا غلط غلطة وعايز التاني يسامحه، ونيجي لحد مفيدة ونقول له. انت عايزة تقولي يا شمس؟ عايزة اقول لك ان الظلم وحش يا مروان، ما ينفعش ام عبد الحكيم تترمك ده. طب واللي عملته ده كان ينفع؟ لا ما ينفعش. انا ما بقولكش رجعها لحسن ولا بقولك دخلها بيتك، بس ما ينفعش تترمي في الشارع كده. حاضر يا شمس، انا هبعتجبها وهراضيها عشان خاطرك، عشان خاطر كمان انا ما بحبش الظلم. ربنا يخليك يا اخو. ويخليك يا حبيبي، خليك. يا الله. عامله ايه انت؟ اللي عامله ايه انت؟